السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أه، نتمنى الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير حبيت نشارككم اليوم حيلة أه، أو فكرة بسيطة تحتاجوها في رمضان أه، وبديت لكم الفيديو هذا كنت ندير المونتاج الفيديو هذا أه، نسجل فيه وكان الثلج يصب قلت ندير لكم لقطات من الثلوج يعني الحمد لله يعني العام هذا ربي يستجيب ل... ل... للدعاء والناس صلت صل... صلاة الاستسقاء شحال من مرة وصب في معظم الولايات المهم التدبيرة كما قلت لكم اليوم أول حاجة أنا قلت لكم في الفيديو تاع في الفيديو تاع البيتزا ونصحتكم بالفرماج نوع من الفرماج تاع البيدون عم بالي الناس كامل الجزائريين كامل لازم يكون عندهم الفرماج تاع البيدون حتى اذا مش في الايام العاديه لازم في رمضان ننصحكم بالنوعيه هذه صدقوني والله ما تندموا فرماج هاي مانيش ندير في اشهار ولا قناه كبيره ولا حتى ندير اشهارات فقط نصيحه يعني من القلب كما نقولوا أه جربت الانواع كامل والالوان كامل تاع البيض بس هذا أه وحده كان بكري كاين تاع وليد هذاك البيدون الاحمر راح هذاك ما عادش يجي طحت يعني في الفرماج اللي ما ندمتش اني شريته أه الانواع كامل الاخرى تخسر ودير الماما فيها حتى جو يعني والله ذوقها ما عندها حتى بصح هذا نفس الطعم تاع الفرماج الجبن تاع المثلثات حبيت نوريلكم الفكره هذه برك انكم في رمضان ولا في اي يوم تقدروا تستغنوا على المايونيز تقدروا تديرو به اي فكره تحبي ترجعيه مايونيز تحبي ترجعيه صوص فرماج كيما انا كيما تشوفوا كيما درت هنا اه كيما وريت لكم قبل كنت ندير راح نديرو البيتزا درت فيه الزيت نتاع الطون انا لاني راح ندير الطون في البيتزا درت الطون الزيت تاع الطون انتي ديري اي زيت ولا زبده ولا ديري زيت زيتون كما درت انا وخفيه وضيفي الحليب خفيه بالحليب وضيفي الحليب على على حسب القوام اللي تحبيه واذا حابه ترجعيه الكو تاع المايونيز انا درته قبل ورجعتو بطعم المايونيز ديري نفس الطريقه وتضيفي لا موطارد تضيفي الخردل وتضيفي شويه ثوم تجيك نفس الطعم تاع المايونيز يعني تقدر تشري فرماج بدون وتستغني على المايونيز على الاجبان على صوص فرماج حال من وصفه ديريها من الفرماج هذا نتمنى تكون عجبتكم فكره اليوم ونتمنى اللي ما جربهاش يجربها وان شاء الله باذن الله ما تندموش